والآن مع المذيع العجيب الخطير الكبير عمرو أبولو، واللي دايما اتعودنا نشوف برامجه الناجحة. فالآن هو قرر يسيب من فترة كده قرر يسيب الإذاعة وتجي الغناء لما اكتشف موهبته الفذة دهيت. ونحب نعمل معاه لقاء ونقول له ايه سر يعني الإعجاب الجماهير الشديد بيك والتصاق المعجبات بيك وكده. حضرتك النضارة أهم يعني شايف النضارة اللي يعني الإنسان بيبان من نضارته. واو شكلها فظيع يعني شوف حسسك انك حمار يعني فاهم النضارة شكلها حلو هي النضارة ويعني وكذا مرة انا اكون معاكم كده هوت في برنامج وتلاقي تامر حسني معرف عمرو دياب والعالم ده هي يعني زهقك في عيشتك بقى غابة يعني عشان انا عملت دويتو مع كل واحد منهم خلاص بقى فاكريني لعبة لازم كل ما ينادوني اروح اعمل فيديو كليب. لا اساسا عمرو دياب ده نجاحه من خيري انا يعني انا اللي خليته يطلع يعني طلع على كتافي انا. يلا هو لازم كده النجوم الكبار يطلعوا النجوم اللي بعديهم وده هي سنة الحياة. بمناسبة اللقاء ده يا نجم عايزناك تغني لنا اغنية كده من روائعك كده بس سمع الجمهور صوتك كده بس انا عارف انك انت مرهق كل شوية اغاني وكده بس هي بعض خير انا بتاع الجمهور. يلا مش مشكلة نحب نسمع حاجة. يلا دق يا مزيكا. نشكرك يا نجم على الحته دهيت احنا عارفين دهيت لو في اي قلت له لاي فندق كانوا خدوا كانوا ادوك المينه عشانها وكده هوت. لا 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 انا بتاع الجمهور يعني انتوا تؤمروا بس وانا ان شاء الله هنفذ يعني بس بحب الجمهور انا سبت دعايه بيبسي وعامل دلوقتي الديو دعايه يعني وانا عايزهم يدوقوها ديو حلو. ما انت بعد ما تعمل الديو كل الشعب المصري 80 مليون تلاقي ماسك علبه الديو وماشي بيها ان شاء الله. والمخرج معانا المخرج سعيد الجامد ونحييه. معلش يا استاذ معلش يا هيك معلش يا استاذ معلش معلش انا المخرج بتاعي بقى لازم نحترمه. لازم نحترمه واي حد بيشتغل معاك اكيد يعني على موهبه فذة وقديره. لا ونحب نوجه ونقول دوت نقول يعني للنجوم خلاص بقى ان هو وداكم للطريق وداكم خط البدايه كملوا انتوا بقى والنجم ايه خلوه بقى يركز شغله وجمهوره اللي بيحبه كده هوت. ونحب نختم اللقاء دوت ونقول لك متشكرين جدا يا نجم النجوم عمرو أبولو.